ضيف مع الأعوام يطل في إنعام، يا فوز من صاموا، يا سعد من قد قام، يا سعد من ضحى وفطر الصوار. فالأجر يبغيه من ربنا العلام. تقوم منظمة شباب لأجل سوريا بالتعاون مع الأخوة المتبرعين لتجهيز موائد إفطار رمضان في هذا الشهر المبارك من السنة 2018، ونشكر كل من ساهم في التبرع لهذه الموائد الرمضانية الكريمة التي توزع على الأخوة المحتاجين والفقراء وأبناء الشهداء، ونسأل الله أن تكون في ميزان حسنات الأخوة المتبرعين لهذا العام، وكل عام وأنتم بألف خير. جزاكم الله كل خير. يا باغي الأجر بدر إلى الخير، ساهم بدعوتك في ساحة البر، قدم لأخراك واسعى إلى الذخر، ما خاب مسعاك يا باغي الأجر. يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان. عهد من الإيمان يزدان بالإحسان، الله جمله لما أتى رمضان، لما أتى رمضان يزدان بالإحسان، لما أتى رمضان.